بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أصدرت وزارة الصحة تطبيق تباعد، هذا التطبيق مبني على التقنية اللي شارك في تطويرها جوجل وأبل للاستفادة من البلوتوث في معرفة الناس اللي كانوا قريبين منك وكانوا مخالطين لك، وفي حال لا قدر الله تم إصابتهم بالمرض فراح يوصلك إشعار للتوجه إلى الفحص. طبعا التطبيق حاليا متوفر على أجهزة الآيفون فقط، ولازم تكون محدث إلى آخر تحديث، ولازم تكون مفعل البلوتوث. قبل ما ندخل في التفاصيل، ياليت انكم تعطون لايك للفيديو وتحملون التطبيق من الرابط اللي موجود في الوصف تحت. طبعا اول ما شغلت التطبيق ظهر عندي باللغة الانجليزية، لان لغة الجهاز الرئيسية هي اللغة الانجليزية، فراح يطلب منك انك انت تكون تفعل البلوتوث، وايضا راح يطلب السماح بالاشعارات. مجرد انك انت تفعلها وتعطيه الاذونات اللازمة، الان لو دخلت على الاعدادات وبعدين دخلت على لانجوج، فتقدر انك انت تحول لغة التطبيق من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في حال كانت لغة جهازك الرئيسية هي اللغة الإنجليزية، لكن الناس اللي لغة جهازهم هي اللغة العربية راح يظهر لهم التطبيق باللغة العربية. الآن مجرد أنك تفتح التطبيق، التطبيق ما يحتاج أي شيء منك، التطبيق راح يشتغل وراح يتعرف على أجهزة اللي قريبة من جهازك عن طريق البلوتوث، وفي حال لا قدر الله تم تشخيص أحد بالإصابة فيقدر أن يشارك معلوماته بالتعاون مع وزارة الصحة. ومن الإعدادات تقدر توصل إلى إحصائيات وزارة الصحة اللي يعلنون عنها كل يوم، وأيضا راح تقدر تدخل على النصائح من وزارة الصحة للوقاية من هذا المرض. وفي التطبيق لو جيت رحت إلى الإعدادات الرئيسية للجهاز، وبعدين دخلت على الخصوصية، وبعدين دخلت على صحتي، فراح يتحصل اللي هو تسجيل مخالطة المصابين بالمرض، وراح تلاحظ أنها مشغلة عندك، فلو دخلت عليها لازم تتأكد أنه تسجيل المخالطة مفعل عندك، وأيضا راح يظهر لك أنه تطبيق تباعد تطبيق نشط، ومن هنا تقدر تشوف تقارير التحقق من المخالطة لو لا قدر الله كنت مخالط لناس أنت ما تعرفهم، أو الناس اللي كان فيهم المرض وعن طريق البلوتوث كانوا قريبين منك. أيضا لو نزلت تحت فراح تقدر تحذف سجل المخالطة لو قررت أنك أنت ما تشارك في هذا التقارير. الآن لو رجعنا إلى الخصوصية، أيضا تقدر تدخل على نفس هذه الإعدادات من البلوتوث، وراح توصل إلى نفس الإعدادات اللي أنا تكلمت عنها قبل شوي. في النهاية التطبيق معمول وأساسه هو الاهتمام بالخصوصية، فما في أحد راح يعرف الأماكن اللي كنت أنت متواجد فيها، هو فقط راح يعرف الأجهزة اللي كانت قريبة منك عن طريق البلوتوث، فكل ما زادت قوة إشارة البلوتوث معناه أن الناس كانوا قريبين منك، وراح يحدد أيضا الوقت اللي كانوا فيه قريبين منك، فما راح يجمع معلومات عن موقعك، وكل المعلومات راح تتخزن على جهازك، والجهات الرسمية وزارة الصحة في حال إصابتك بالمرض هي اللي راح توصل للمعلومات عشان ترسل للناس اللي كانوا قريبين منك أنهم يروحون إلى أقرب مركز فحص عشان يتأكدون من عدم إصابتهم. والحاجة المهمة أنه ما في أحد راح يعرف من الشخص اللي نقل له المرض، ففي حال لا قدر الله تم تشخيص أي أحد بالمرض ووصلت إشعارات للناس اللي كانوا قريبين منه، سواء كان يعرفهم أو ما يعرفهم، حتى لو في الشارع كانوا قريبين منه، فما راح يعرفون أنه فلان الفلاني هو اللي نقل لهم المرض، وهذه حاجة مهمة. فرأيي اللي معه آيفون يليت أنه يفعل هذا التطبيق، يليت أنه يحمله ويستفيد من التقنية في مكافحة هذا المرض. وأتمنى أنكم تنشرون هذا الفيديو، ما هو لغرض أنه ترويج للقناة، لكن على أساس أن حنا نتساعد وقد تكون سبب في حماية شخص. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.